أهلا بكم مجددا مشاهدينا، أهلا بكم في ظلال الأصيل لهذا اليوم. التنوع الثقافي وتنوع السودان بمختلف إثنياته في حلقة اليوم من ظلال الأصيل. يسرني جدا أن يكون ضيفي اليوم الدكتور والناقد اليسع حسن أحمد الأستاذ الجامعي. مرحبا بك أستاذ اليسع، حبابك ألف. مرحبا بك ومرحب بكل مشاهدي ومستمعي قناة الشروق، مرحبا بك. حياك أستاذ اليسع. يمكن الفنون، يعني الحديث عن الفنون بمختلف ضروبها المختلفة، كانت ولا زالت هي تعبر أكثر عن التنوع الثقافي والإثني في السودان، لكنها يعني ما زالت حتى الآن تفتقد للتخطيط المتميز. السؤال شوية معقد ومشعب وساهل، لكن نحن من منذ الاستقلال أو ما قبل الاستقلال، من تكوين الدولة السودانية في الربع الأول من القرن العشرين بصفاته، يعني في تاريخين أصلاً فارغات جدا في تاريخ السودان، 1916 و2005 للتحولات في السودان، ما تكون عندنا مشروع وطني. نعم. المشروع الوطني في كل دول العالم، في التجربة الأمريكية من عصر النهضة، في التجربة الأمريكية، التجربة المصرية، التجربة الشامية حتى، بيكون في مشروع وطني بتأطر له الفنون. الفنون هي الماعون الأول لصناعة الصورة الذهنية للشعوب، إنها تقدم نحن منو ودارين نقول شنو للناس للآخرين. نعم. للأسف نحن ما خلينا لاجتهادات افراد، وكل زول وكل زول يشوت في كورته بطريقته براو. نعم. ما عندنا مشروع يحدد لنا نقول شنو ومتين وكيف. للاسف حتى على مستوى مؤسسات الاعلام، على مستوى القطاعات الثقافيه، على كل الحياه ما بتخضع للمؤسسيه، تخضع لجهود افراد. نعم. حتى النجاح بنقوم بنحيله لفرد. رئيس الوزراء عمل، المعتمد عمل، وزير الثقافة عمل، عميد الكلية عمل، لكن نقول المؤسسة عملت، لأنه أصلاً ما عندنا مؤسسات تكونت وما عندنا مؤسسات بتخطط. نعم نعم. طيب يعني التنوع أحياناً يقولون أنه عنصر قوة لما نحسن أن نديره، ولكن في السودان يعني التنوع بالمناسبة نعمة ما بيعرف ذول إلا يعرف فن إدارة التنوع حق السودان. للأسف نحن ما دلنا نبقى حياة مبكى طوالي باستمرار، لكن حتى نعم. مؤسساتنا الثقافية الرسمية شغالة عربية مطافي. عربية مطافي كيف أي حتى في السودان بعد تتوتر حتى نمشي نجيب لنا منها نوع من الترضية، نوع من جبر الخواطر، نوع من الفلكلور، نوع من التراث. يعني عندنا ثقافة حقت مركز مهيمنة ومتخيلين أنها هي الصح. أيوة. مع أنها هي متوهمة ما حقيقية، لكن نفس أهلنا الحقيقي ما في زول جايب له خبر. الإنسان بيشوف الحقيقي ما جايب له خبر. نحن بنزيف البني آدم حنطلع في الإعلام، ما شغالين بالزول القاعد في الواطن الرسمي، القاعد في حواشته، ولا قاعد له في ظهر راحلة، ولا قاعد له في بيطفر له في بريش، ولا بيدق له في قبضة سعف، ولا تفاصيل زي دي. لكن محاولين نحاكي الدنيا، ما محاولين نقدم روحنا. نحن لو اجتهدنا إنه نقدم روحنا هنتشي العالم، لكن للأسف نحن دارين نحاكي الناس تاني نبقى زيهم. لوننا يبقى زيهم، ديكورنا يبقى زيهم، لبسنا يبقى زيهم، وما حنقدر ننافسهم لا في الإمكانيات لا في التجربة. لكن لو اشتغلنا بخاصيتنا نحن بإدارة تنوعنا نحن حقيقة حنتشي العالم. يعني عندنا كم ثقافة، كم إثنية، كم اعتقاد، كم شنو، دي كلها نحن ما شغالين بها. محاولين نقحر ونكسر رقبة روحنا عشان نقدم لنا نقول دي ثقافتنا السودانية، دي ثقافات سودانية، فنون سودانية. لكن ما عندنا ثقافة مركزية ولا عندنا وصلنا، ما هنقدر نعملها، ما هنقدر نكسر رقبة الناس عشان نجيبه لحاجة أصلا صنعناها بطريقة ذاتها ما مخطط لها صح ولا مكتوب لها صح. ودي المشكلة الحقيقية، فن إدارة التنوع ده المفقود عندنا. يعني البداية لابد أن تكون من الداخل، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الخارج. يعني في ظل هذا التنوع الكبير في السودان، التنوع الإثني والثقافي، يعني كيف يمكن أن نذهب به إلى العالمية؟ يعني حتى الآن نواجه مشكلة في هذا التنوع في داخل وطننا. مشكلة كبيرة جدا ومعقدة. يعني زول مثلا نموذج زي إبراهيم إسحاق عليه رحمة الله، إبراهيم إسحاق لما انكتب دركتي في صحافة الخرطوم رفضوا له وبحثوا أنه اللهجة ما مفهومة، لحد ما جانا من الخارج حتى ما دا نحتفي. أصلا لو قمنا احتفينا بأنبيانا ديال ورسلنا حق زي إبراهيم إسحاق مثلا، يعني كان لحد نوبل ممكن نبيد يدنا، لكن زامر الحي لا يطرب. نحن عندنا الدونية حقت الأجنبي دي، لكن لو قدمنا روحنا صح للعالم يعني حنقول قولنا ليه، والعالم حس استنفد أغراضه، منتظرنا نحن لحد يوم الليلة ما عندنا
فكرة نقول شنو للناس، صورتنا الذهنية دارين نقول بها شنو للناس، نصنع أمسكي إعلاناتنا، أمسكي تفاصيل وجوهنا، كل الحاجة زي دي دارين نقهرة عشان تشبه الآخرين ونضيع روحنا نحن. للحد الأوم ما قدمنا لهم ملمح سوداني. حتى للأسف في طريقة الفنون اللي يمكن الغناء شوية، لكن حتى مثلا في صناعة الإعلانات، في الدراما، في صناعة النشرة، في شنو في شنو، بنقوم بنقدم لنا حاجة تبقى مسخ مشوه للآخرين تشبهن، لكن حقتنا السودانية، قعدتنا السودانية في الوطن وربيعتنا وشلوخنا ومسايرنا وطرحتنا، وهنا دي ما قاعدين نقدمها أو بنخجل منها أو كأنه العالم ما دايرة. العالم جعان عشان يشوف له حاجة تانية، يعني زهج من السائد ده، زهج منه. لو تلقت ناس قعدوا في الواطو وخططوا وهمهم على البلد دي، صدقيني والسيد المشاهد الكريم انه نحن حنقول للعالم نحن منه. نعم. لكن للأسف لسه ما في مشاريع إلا باجتهادات فردية. طيب في رؤية مصغرة كيف يمكن أن نرتقي بهذه، يعني بنشر فنون السودان أو كل ثقافاته وتراثه عالميا؟ في حاجتين أساسيات. نحن توطننا برضو نحن أو الناس اللي بيقودوا الفعل الثقافي منتظرين الحكومة تعمل لهم. وللأسف نحن دولة ما عندنا، يمكن من زمن طويل جدا الدولة بقت كمؤسسات ما في حاجة اسمها دولة، لأنه ما في مشروع أصلا وطني زي ما قلت في البداية موحد. إنه نتخلص المجتمع يقوم بدور منظمات المجتمع المدني، المجتمع نفسه، الأحزاب السياسية الرأسمالية الوطنية، إنه يقوم بدور في صناعة مواطن سوداني. بعد ذاك ممكن لو تعشمنا تلقى الدولة تخطط، وده المفترض يكون. لأنه كل الفنون في العالم، في هوليود، في بوليود، في مدينة الإنتاج هنا في مصر، في الشام الدولية، كلها مربوطة بالاستراتيجية العليا للدولة. يعني نقول شنو ما نقول شنو، ما في مسلسل ولا فيلم أمريكي فهو أمريكي بيتهزم منذ حرب فيتنام. شخصية رامبو لحد حسي مسيطر عنده الأمريكي، هو فكرة من الحق عز وجل. نعم. فكرة من الله يعني عندهم إنه ما لا يهزم ولا يفنى وقادر على كل شيء. نحن لحد يوم الليلة ما عندنا مشروع إنه السوداني دمنه ولا المرأة السودانية همنه. يا دوب بدت بعض الإشارات الممكن تكون بداية حلم للمسألة دي، إنه نحن نتخلص من هيمنة دعم الحكومة، نفتش لنا للدولة، نجتهد كلنا نصنع لنا الدولة هي اللي بتأسس لنا مشاريعنا، هي اللي بتوحدنا في مشروع كل زول يقول قوله، لكنه في استراتيجية عليا للدولة، ودي ما متوفرة حسه، كل زول شايت بطريقته براه. طيب كيف يمكن أن تتوفر هذه الاستراتيجية؟ تتكون مؤسسات، تكون مؤسسات. نحن للأسف شغالين في صناعة المكان منذ زمن طويل جداً. يعني دارين نعمل لنا شارع زلط كويس، دارين نعمل لنا حيطة كويسة، دارين نعمل لنا ديكور كويس، دارين نعمل لنا ستاير سيراميك، دارين نعمل لنا شكل كويس، لكن بني آدم كويس دي ما فكرنا فيها. اتبني بأتو طريقة محتاجين لثورة حقيقية في الفقه، ثورة حقيقية في المفاهيم، في الوعي، في تسوير الثورة نفسها، إنه عشان نقول على الأقل يتبني بني آدم يكون يفكر بالتفكير حق التراب، حق البلد دي كلها كويس. لكن للأسف نحن بنصنع في المكان، لكن الإنسان اللي بيصنع المكان ما عملناه. حتى مثلاً المعلوماتية، مثلاً الشغل في المعلوماتية. نعم. في خبير قبل أكثر من 10 سنوات قال لي الصرف على المعلوماتية في الهند والسودان زي بعض، والهند حسي مصنف أكبر دولة في العالم ناحية المعلوماتية. ونحن لحد حسي على الكمبيوتر من العلوك وشتينا الواتساب بنرسل له رسائل نصليل، لكن نوظف الحاجات. نحن بقينا رك في ركاب، لكن نشغلها لنوظفها لروحنا اللي ما عملناها كويس. ومحتاجين لتركيبة زي دي، انه ننشي تفكيرنا ده يصب في خانة انه نقدس التراب ده كيف، نبني الوطن ده كيف، نبني البني آدم كيف، نصنع البني آدم ده أشواقه وأحلامه نصنع له كيف. نحن حسي ما شغالين بالبني آدم. لو اجتهدنا والله دار لنا رغيف، والله دار لنا كهرباء مستقرة، والله دار لنا شنو، لكن بني آدم حقيقي اللي بيوفر الكهرباء واللي بيوفر هنا ده ما شغالين به. حتى تعليمنا بقى حشو، تعليمنا دار لنا زول يخش لنا الهندسة ولا الطب، يعني تعليمنا دار لنا زول يزعوه في الأوائل. نحن محتاجين إعادة صياغة من جديد من ناحية المناهج التعليمية حتى نعيد بناء الإنسان. مناهجنا التعليمية حسي أنا قبل فترة سميت فجيعة الشهادة السودانية. يعني فجيعة حق وحقيقة. نعم. منو في المدارس اللي علمنا احترام الوقت، اللي علمنا الأمانة، اللي علمنا إنه تكون إنسان فاعل وحقيقي؟ نحن لو لقيت لك فرصة في البلد بتنهبها،
لو بقيت بعيد من النهب ده تنبز. لكن إنسان حقيقي عشان يبني دي محتاجة لمشروع وطني ثقافي توعوي ضخم جدا، ودار له تراكم من الوقت، وتراكم من التجارب، وتراكم من السنين. نحن دارين الحاجة الليلة تتعامل. حتى النخلة لو ما دارين نزرع ما دارين نصبر عليها، من هي فسيلة لحد ما تنبت. بجيب لنا نخلة عجوز نزرعها بعد شوية تشيح وتشيخ في الشوارع، تبقى مسخ مشوه للنخل. يعني دارين الحاجة تنبت الليلة دي تتصلح. لكن حاجة نربيها من هي صغيرة نبنيها ما عندنا. ودي مشكلة يعني دار عليها رهق ذهني خلاق من المثقفين، من المفكرين، من الأدباء، من نحن لحد حسن منتظرين السياسة يقول لنا. يعني أنت بتكون خبير في مجالك، منتظر السياسة يجي يوجهك، انتظروا لحد 200 طبعاً مطاحنا الشغالين في هذه. طيب يمكن أستاذ يسعى أو الدكتور اليسع يعني الحديث عن التنوع الثقافي له مطلوبات كبيرة جدا يعني، وتحدي كبير بالنسبة لنا في السودان. برأيك ما هي مطلوبات هذا أولا يعني هذا التحدي الكبير الذي يقود السودان للمضي قدما للأمام، يعني خاصة يعني الابتعاد عن الدور السياسي أو الاتكال على السياسيين في تنمية البلد؟ والله تخيل لي المسألة دار عليها كلام كثير وشغل كثير، لكن تخيل لي أول خطوة نجتهد فيها نعمل تفكيك العقل السائد ده. نسميه ما نسميه، العقل الراعي والعقل المتخلف والعقل المتحجر المتكلس الشنود نسميه ما نسميه، لكن أنا بسميه ممكن التفكير السائد، التفكير القطيع ده نقوم نسويه، المحاكدي كويس، إنه لازم نشوف لنا حاجة ونقوم نحاكيها. حس ده شوارعنا كلها لو لاحظنا، حس جايد الغنى هنا لقيت كلها معظم الحتات للزلابي واللبن المجنن، لأنه فكرة نجحت بدأ يكرر ينسخوا فيها. تفكيرنا حق وعينا ده من خطبة الجمعة كويس، من الوعظ، من الهتافات، من الهنادة، لو ما فككناها وفتشنا لنمط مغاير حقيقي وحر ما بنقدر نمشي لقدام. ننتظر يعني ننتظر ده هنا متخلف وده هنا متخلف، لا. لو ما فككنا عقلنا ده المسألة تبقى صعبة. محتاجين نحن، أنا ما أقدر أقول أنسي فلسايد ده ولا أكسر ولا تخطاه، لكن نشوف لنا منافذ ننفذ بها، لأنه نفتش في وعينا الحقيقي قاعد وين، السوداني الحقيقي القاعد في الوطن قاعد وين، اللي عنده علاقة بالوطن، عنده علاقة بالحراز، بالهجليج، بالنخلة، بشنو ده نفتش وين. لكن للأسف نحن الناس بنلعب على القشور لحد يوم الليلة. يعني أي زول يدعى الثقافة بشوف له كوتشنات أو عايات منسقة كده يقولها للناس. يعني هو مشكلة حقيقية. طيب يعني دكتور، السودان الآن يعني بحاجة إلى حركة ثقافية وإبداعية مختلفة لتنهض به، يعني مع حساسية المرحلة كيف تراها؟ ما نكون مشائمين، نحن لحد حسب تصهر بعض الإشراقات، بعض يعني عندنا على مستوى الرواية مثلا بقت عندنا روائيين على بدأ ينفذ ياخذوا جوائز عالمية، أولادنا اللي بيشاركوا بقوا يجوا جوائز عالمية، لكن للأسف كلها مجهودات فردية. يعني الفرد الوحد هو اللي بيشتغل ويجتهد ويمشي يحفر وبيلقى له منفذ ما غيرته وصبر عليه وطلع. لكن كمؤسسة محتاجين لفكرة، يعني الغد نحن لحد هسه ما بدينا. التفاؤل الكبير انه بكرة ممكن نلقى روحنا في يوم بكرة ده، خاصة الحراك العنيف، التجاذب العنيف الحاصل لنا ده، الغرب الذي لازم تطهر لها ذهب مجمر كويس، يعني من الحريق ده بيصهر لنا ذهب حقيقي في المسألة دي، ولا نيأس من روح الله. يعني أصلا السودان ده عنده أوتاد حارساه وغايته ما عارف ينساها شنو، لكن يعني كان راح من زمان. لكن يعني أملنا الكبير جدا إنه بكرة عندنا إشراقات كبيرة جدا بدت تصهر، بغض النظر عن الركام الحاصل ده، الإحباط الحاصل، نزيف الهجر الحاصل، أي زول داري يبيع بيته يهاجر، أي زول داري يمشي، أي زول داري يسخط على البلد، أي زول داري ينبس، في إشراقات. يعني لو اجتهدنا شوية كده بنقول للعالم نحن بنقدم روحنا للعالم، والعالم منتظرنا حقيقة، حتى أولادنا اللي قاعدين يمشوا برا قاعدين ينجحوا. أكيد. دكتور، يمكن يعني السودان يعني شهد الفترة الفاتت يعني ثورات مختلفة، يعني على عقود مختلفة من السنوات. الآن ثورة الشباب، يعني كيف يمكن أن نستفيد من هذه الطاقات المختلفة؟
الثورة دي قامت بينت لها حاجة غريبة جدا، إنه الأولادنا قاعدين نشاكل فيه ونلبس فيه دول متجاوزين لنا بكثير جدا كثير، وللأسف لحد يوم الليلة زعماء أحزاب ناس قاعدين لنا المسيرة كلهم فوق 70 دي المفترض يمشي يقعدوا هناك في رشلون ديوان كبير يجيبوا لهم قهوتهم وجبنتهم وخرطوش كبيرة يرشبوه الحيطة ويقولوا الأولاد دي لدونا النصائح حقتهم، خلوا الأولاد دي يستلموا زمام أمرنا، يغلطوا يصلحوا يقعوا يقوموا، لكن في النهايه بتلقي فيهم الزول الكويس. لا. يعني الحماس حقهم ده لحد حس للاسف ما تخطى في التراء في السكه الحقيقيه حقته. لكن ظهر جيل منهم حطموا كل المعلومات اللي كانت موجوده حولهم، اولاد ما عندهم فايده، متنفشين شعرهم، بنطلون الناس ده كله طلع معظم أكذوبة زائفة ساكت كان الناس بيقولوها عشان يتحاججوا بها للفشل الحايم. وهنا الخطونة بقينا نفكر تفكير مغاير تاني، حتى الناس التقليديين بقى يفكروا بالغنى اللي بيفكروا بها الشباب، حتى الشعارات الهنا والهناك، حتى الشعارات عند الناس التقليديين وعند الناس الثورة ديل بقى يحاكوا بها ديل، بقى يسلفوا منهم شعارات، يسلفوا منهم أقوال، يسلفوا منهم طرايق شغل، طرايق مظاهرات، طرايق لاحظ الحاجات دي كلها. نعم. معناه الأولاد دي نجحوا ونفذوا. نعم. المسألة التغيير ما بيتم بين يوم وليلة، وتغيير المجتمعات ما بيتم في سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة. نحن عندنا شبكة من المعايير السائدة لها سنوات طويلة جدا، حتى بقت عندنا مسلمات واعتبرناها مسلمات، توهمنا إنها هي مسلمات، لو ما فككناها ولو ما صبرنا على تفكيكها ده رئيس بمعايير محددة بخيطوات محسوبة بعلمية رصينة جدا ما بنمشي لها قدام كويس. بغض النظر عن الإحباط الصعيدي، جامعاتنا كلها تطلع من التصنيف العالمي، الشهادة السودانية كلها بقت عبارة عن احتفال زائف كذاب، ما عندنا صحة، ما عندنا تعليم عام، ما عندنا سكة حديد، ما عندنا خطوط بحرية، ما عندنا خطوط جوية، ده كله بيخلينا نسأل السؤال الكبير إنه نحن وين، نحن السودان ده وين؟ يعني فجأة صحينا لقينا ما عندنا أي شيء، لسان ساكت، خطوط جوية الدولة الوحيدة اللي في أفريقيا ولا ثاني دولة في أفريقيا ما عندها خطوط جوية، ما عندنا خطوط بحرية، ما عندنا سكة حديد، يعني تفاصيل غريبة جدا ومحبطة جدا. لكن معاده كله إنه ما دام تفجر السؤال ده يوم من الأيام بيلقى له إجابة، وما شايفة بعيدانا. نعم، وما زلنا نعيش على الذكريات، بس دايرة أمل ودايرة صبر وأن نتحمل بعض. دكتور، يمكن الحديث دائما أن المجتمع السوداني تحديدا ميال إلى النقد أكثر من العمل. واضح. واحد قال لي بيكون الحيطة حقت بيتك وقعت، قاعدة أربع شهور ما بنيتها، جيت بنيتها الليلة بيجوا أخوانك ينظروا لك فيها، والله المد ما قدم هنا، الطوبة دي ما مخطوطة صح، كان تجيب طوبة أحمر مونة حرة بدل تجيب لك طين بعد ما تبنيها. وده تربينا عليه، وده من قبيل كلمة الإنسان المفترض يبني. نحن تربينا على مجموعة من الحياة السالبة في الحياة الزي دي، والسلبية دي تربية عندنا طويلة جدا، يا ريت نقدر نتجاوزها. نعم، نقدر نجأس في البيئة دي. نعم، إذن كلمة أخيرة لك قبل أن نختم هذا الحوار. كلمة أخيرة أقول للشباب ديل، خدت الكورة واطة ونصبر على بعض، بنعبر بغض النظر عن الإحباط. استئساد الإحباط ده تفاؤلوا خيرا، إنه الكورة بلدنا دي بخير لحد يوم الليلة. نعم. وخيرة كثير، والشمس دي بكرة بتشرق إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. شكرا لك دكتور اليسع حسن أحمد الناقد والأستاذ الجامعي، شكرا جزيلا لك، كنت ضيف عزيز علينا في ظلال الأصيل اليوم.